أصلا أنا من زمان كنت حابة أعزمك لعنا على عشاء عائلي فريحة، بس بعد القرار يلي أخدتوه قلت إنه بالبداية ثلاثتنا لازم نتعشى سوا. بصراحة استغربت كتير لما شفت إصبعتك فاضية. فريحة ما بدها تستعجل ماما، قلقتي على الفاضي. شوفي حتى ما عم تلبس خاتمها كمان. بس يجي وقته رح تلبسه وهي مبسوطة كتير. أنا شايفة هالشي بعيونها لفريحة. شكرا كتير فريحة. أهلك كيف استقبلوا هيك قرار؟ أهلي، أنا لسه ما حكيت لهم شي. هيك لك بس بأقرب وقت أنت رح تحكي لهم، مو هيك؟ أمير تعرف عليهم شي؟ تعرفت على أمها، أظن هي كمان ما بدها يانا نستعجل. أنت احكي عن حالك وبس. بأقرب وقت أنا لازم أشرب قهوة مع أمي، بدي أتعرف عليكي وعلى عيلتك عن قرب فريحة.